السلام عليكم. موقع عربي ممتاز جدا، تقدر تعمل كتابة المحتوى بالذكاء الاصطناعي، سهل جدا. طيب خلينا نشوف، ابدأ الآن. هتلاقي في حاجات مختلفة، زي مثلا حاجات خاصة بالتواصل الاجتماعي، عايز تعمل مشروع لينكد ان، تغريدة، فكرة تيك توك، نبذة الحساب، في بريد الكتروني لو انت عايز تكتب بريد الكتروني يقدر يساعدك في حاجة زي كده، الاعلانات عايز تعمل اعلان، عايز تعمل رسالة، عايز تعمل SEO، التجارة الإلكترونية، مميزات المنتج، وصف المنتج، مجرد بس إن أنت تقول له المنتج وهو يعمل لك الوصف بتاعه. مثلا وصف المنتج هنقول له مثلا إن المنتج بتاعي قهوة، قهوة. المميزات طعم ورائحة، اختار اللغة، ممكن بقى عربي أو إنجليزي. في ثواني يبدا يجيب لك الحاجات اللي تقدر تعمل بيها دعايه بالمزايا اللي انت حاططها. طيب خلينا نقول له اكتب الان، زي ما شفت في حاجات كتيره جدا، نص طويل، ممكن تختار مثلا عن مدونه، فتقول مثلا اكتب عنوان المدونه مثلا نمذجه معلومات البناء، او خليها القهوه عربي، اختار صيغه، كل الحاجات الصيغه دي مضحك متواضع روح الدعابه، تمام، وتقول له انشاء. ففي ثواني يكتب لك المقال اللي انت عايزه او المدونة اللي انت عايزها. فده هيسهلك كتير جدا لو انت عايز تعمل مشروع على الفيسبوك مثلا، بيظبطه لك بشكل حلو. برضه لو انت عايز تعمل صورة بتقول له اعمل لي صورة معينة، فهو بيبدأ ينشئ لك صور. انا بحب القطط فخليته يعمل شوية صور كده عن القطط، تمام، حاجة كده زي ميد جورني. اكواد برمجية لو انت عايز تكتب كود بأي لغة من اللغات، وليكن مثلا جافا سكريبت، وعايز مثلا نقول مثلا تحميل صور، خلي بالك احنا بنكتب بالعربي عادي، هو يبدا يعمل لك الكود بالجافا سكريبت او اي لغه انت عايزها، فالكود بيظهر معاك بالشكل ده. فهو ان شاء الله يعني كويس جدا لو انت محتاج ان تعمل اي حاجه بالعربي، فهيساعدك كتير جدا ان يعمل لك محتوى كويس جدا بالعربي. طيب تعال نشوف الباقه بكام. في طبعا 30 دولار في الشهر، دي اللي هي الاحترافية، لكن في تجريبية مجانية اللي هي 2050 كلمة، وفي اللي هي ديت اللي هي 10 دولار في الشهر، ده كويس. الرسام لو انت عايز تستخدمه برضو، الرواية، في باقة ان انت تخليه هو يكتب لك رواية او يكتب لك شعر وحاجات زي كده، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تشوفها، تمام، عشان تطور الكتابة بتاعتك. طيب ممكن برضو نيجي هنا في اللي هي اكتب الان واقول له اضافي، تلاقي مثلا وصف وظيفة، في ابتكار اسم شركة، مهمة الشركة، تعمل مهمة للشركة، ممكن تلخيص النص لو عندك نص طويل تقدر ان هو يسيبه لك بشكل كويس، ويكتبه لك مثلا لو هو صفحتين ثلاثة يخلصوا لك 5 سطور، اعادة صياغة النص، تمام، عندك اي نص تخليه يعمل له اعاده صياغه. ففي شويه مزايا حلوه جدا في الموقع ده، ان شاء الله تعجبكم.